الدوله الولايه اللوف كانت تعاني من نقص الموارد البشريه، بالرغم انه كاين قطاعات بزاف في الشبيبه والرياضه، كاين مركبات، كاين مسابح، كاين. فالمشكل كنا اللي كنا نعانوا منه، كنا نعانوا من اليد العامله. والحمد لله بعد الله، بعد فضل الله والسيد رئيس عبد المجيد تبون، أنه فتحوا لنا الأبواب. نبارك هذا القرار، نحن سكان الجنوب، وهو ما يكون في إنعاش في هذا القطاع، وكذلك إطارات الشباب والرياضة من أبناء الجنوب وأبناء الولاية. نعرف أن مناطق الجنوب عندها مرافق كثيرة من هياكل رياضية ونقص في الإطارات الشبانية، وإن شاء الله نشوف عدد كبير من أبناء الجنوب يتوظفوا في هذه المناصب، ونثمن هذه المجهودات التي يقوم بها رئيس الجمهورية وخاصة بالنسبة لسكان الجنوب. نشكر السيد الرئيس على هذا القرار الخاص بتوظيف الشباب في هذه القطاعات. هذه القطاعات كانت تعاني من نقص في التأطير، بحيث الرئيس الجمهورية أصاب الجرح بتأطير الشباب في هذه الهياكل. فتح مناصب لولايات الجنوب، خاصة ولاية الجنوب، خاصة ولاية تندوف اللي كان فيه العديد من المرافق الشبانية، وكان فيه نقص الإطارات، والآن الحمد لله المناصب طه رئيس الجمهورية. ونتمنى إن شاء الله ساكن خاصة شباب ولاية تندوف نسعد عندنا كثافة يعني إطارات على مستوى ولاية تندوف.